فكرة عمل الرباعيات أنا الحقيقة حاجة بستمتع بيها جدا، لأن أنا شخص بحب الدراما وبحب فكرة التلاحم اللي بيحصل بين الموسيقى التصويرية والمشهد. فالرباعيات بتعمل نفس الحالة، إن أنت بتنزل على مشهد بتلغي دور الموسيقى التصويرية، هنا بيبقى بيأدي أداء الموسيقى التصويرية ولكن بكلام ولحن والحقيقة ده بتبقى فيها دايما تشالنج، لأن غالبا الرباعيات بتتعمل على مشاهد مهمة جدا وماستر سينز. فلو انت دخلت وكنت أقل هتبقى حاجة مش كويسة خالص، لازم تخش تعلي مشهد جدا بده. وأنا حقيقة بستمتع بده جدا، ودي حاجة أنا من زمان كنت أحب أغاني المسلسلات وأغاني الأفلام والأغاني اللي ليها علاقة بالأعمال الدرامية. دخولي فيها ما كانش مترتب له خالص، ولكن انا بحب المزيكا بشكل عام، وبحب استغل طاقاتي في المزيكا في كل حاجة، في كل امكانياتي بحب استخدمها، سواء غنى سواء تلحين سواء كتابة. فانا مرتبط شوية بالحالة دي، وممكن الحمد لله ربنا كرمني وميزني ان انا بعملها كويس، فممكن ده برضو نجاحاتها حببني فيها اكتر يعني. بالنسبة للورشة والقراية، الموضوع هو الحقيقة أنا دايما أما بشتغل مع محمد سامي بيبقى بيحكي لي المشهد، يعني مش بقرا طبعا الحلقات، لأن احنا بنبقى شغالين اوريدي، هو لسه شغال في الكتابة وأنا ببقى شغال معاه في الأغاني اللي على المشاهد. فغالبا هو بيحكي لي المشهد وبيديني فكرة عن المسلسل بشكل عام، الجنرا الأساسية وإن احنا هتبدأ منين وهتوصل لفين، مش بيحكي لي حلقة حلقة طبعا، فبيبقى هو الأساس المشهد. يمكن المسلسل ده أول مرة كنت أقرأ فيه، قريت أول 4 حلقات برضو عشان أخش في المود أكتر، لأن المسلسل ده حلقة خاصة عن اللي فاتوا، إن هو مسلسل صعيدي، فأنا حبيت أخش ديب شوية جوه الحالة، أني نوع من الصعيدي، وأني يعني حبيت إن أنا أتعايش شوية مع الحكاية أكتر من إن أنا بس يبقى بيتحكي لي المشهد. وبنشتغل الحقيقة أنا ومحمد سامي مع بعض جوه العمل، يعني أنا بتطلع في دماغي الفكرة، الحاجة اللي بحسها، فبيطلع في دماغي الفكرة أو بالكلام أو الحالة، وهو بيتابع معايا، ببعت له وهو بنقعد وبنتكلم، وساعات لو انا بعيد شوية ممكن نقرب لغاية ما نسنك مع بعض، لغاية ما يحصل السنك. اول ما بيحصل السنك بتبدأ الدنيا تمشي، يعني دايما في اول ما بنبدأ زي في لؤلؤ وزي في البرنس، ببقى حوالين الفكرة لغاية ما اوصل اللي هو انا واصل للي هو يقصده ولا لا، لان هو دايما بيشرح لي بشكل عام وبيستنى مني ان انا افهم اطلع منها، يعني احنا الكيمياء اللي بينا ان هو بيشرح لي كده هو نفسه في ايه بشكل عام، المعنى بيضرب لي معنى كده بعيد عموما، وانا بطلع من جوه اللي هو يقصده اللي هو اللي حاسه ده، لان هو ساعات بيقول لي انا ببقى مش عارف اترجم لك حرفيا، بس انا عايزك تحس انا اقصد ايه. فاللي بيحصل ان انا بصطاد بقى ده الخيط، اول ما امسك الخيط اللي هو اللي يقصده هو تماما مش اي حاجة شبهه، بنبدأ بقى الموضوع بيكر يعني. فلا هو بيتعب معايا جدا وبيبذل مجهود معايا جدا، ومحمد الحقيقة شاطر جدا في الموضوع ده، وحكاي شاطر وذوقه حلو وفاهم مزيكا وفاهم مقامات ويمكن يعني من الحاجات اللي هو بيقول لي يا هيثم انا مثلا انا نفسي دي تبقى حجاز، ودي حاجة ما بتطلعش عادة يعني، مش بتطلع من مخرج، ان مخرج يبقى بيكلمني بالمقامات اللي هو انا نفسي في الطعم المشهد ده يبقى الطعم حجاز، انا نفسي ده يبقى كورد كده، فاهم؟ اختيار تامر حسني كان بالاتفاق بينه وبين المخرج محمد سامي، وهو كلمني محمد سامي وقال لي خلاص احنا اللي معانا اللي هيغني الاغاني تامر حسني. طبعا دي حاجة بسطتني جدا، تامر نجم كبير وليه جمهور كبير وفنان انا يعني بحبه جدا. والحقيقة يعني انا طول الوقت كان يهمني ان الاغاني ما تبقاش شبه او تبقى المعتاد على الناس،
فوجود تامر ان هو تامر يخش ويغني النوعية دي من الاغاني وباللهجة، فده كان لف حلو جدا وكان مفاجئ للناس، وانا اتبسطت بيه جدا، وبالعكس الحاجات طالعة جميلة جدا، وتامر روحه حلوة جدا، انا اتبسطت في الشغل معاه جدا. لا، هو الموضوع مش اسعاف للوقت، هو الموضوع ان هما ناس شعراء شطار جدا. انا الحمد لله في البرنس قدمت نفسي تقديمة كبيرة جدا ب10 اغاني كمؤلف. انا شخص مش انوي شوية، او ما عنديش الانا شوية. هما ناس اشتغلوا معايا في البومي ومؤلفين شطار، ويستحقوا ان انا برضو اوسع لهم السكة في ان انا ادي المساحة دي. اما يبقى عندي مسلسل لولو بعمل فيه 14 اغنية، فانا الحقيقة بكلم كل الناس المؤلفين الشطار اللي انا بحبهم وبيشتغلوا معايا فيه، وفي منهم اللي بيصيب وفي منهم اللي بيكسل وفي منهم، فهم الحقيقة سارة وكريم سامي من المجتهدين جدا وشطار جدا، واكثر ناس يعني. ومعاهم اسامه محرز برضو، بس اسامه محرز ما اشتغلش يعني، ما حلفوش الحظ انه يبقى موجود في ناس الاغراب، بس كان معايا هو منصور محمد في لؤلؤ. كريم وساره الحقيقه اشتغلوا جامد معايا وطلعوا حاجات قويه. فهو الموضوع ملوش دعوه باسعاف الوقت قد ما هو انا بحب جدا ان انا يعني ربنا كان الواحد بيعمل 10 اغاني وفي فرصة الناس تستاهل، بحب اعمل كده. بالنسبة لموضوع النضج، هو الحقيقة انا ال3 اعمال ما عنديش حاجة فيها بفضلها على التاني. انا البرنس يعني البرنس انا كنت عامل فيه 11 اغنية، 10 منهم كل الاغاني اللي جوه المسلسل كانت كلامي ولحني. البرنس اتكتب فيه اعماق حاجات يعني، كان قوي جدا، انا كنت بحبه جدا ونجح نجاح كبير جدا. برضو ولد الغلابة كنت عامل فيه 3 اغاني، يعني كان اول تعامل بيني وبين محمد سامي كان ولد الغلابة، الاغاني اللي غناها بهاء سلطان كنت عامل فيها 3 اغاني بس، وبقية الاغاني ما كنتش انا اللي عاملها. والحمد لله نجحت الاغاني، نجحت نجاح كبير. ففي البرنس انا بحبه جدا كحالة خاصة ان انا كنت كاتبها من اولها لاخرها، والاغاني كلها الحمد لله لقيت نجاح كبير. لؤلؤ حالة مختلفة تماما، انا بحب التنوع، فانا استمتاعي في ان البرنس غير لؤلؤ. لؤلؤ اغاني هيتس عكس تماما البرنس، مفردات عكس البرنس تماما. وفي نفس الوقت فكرة ان في 2 مطربتين بيتنافسوا كل واحدة فيهم لون، فده بيدي فرايتي ومساحة في ان انت تقدم اشكال موسيقية مختلفة في نفس العمل، فده بيبقى فاترينا حلوة جدا. فلؤلؤ برضو نجاحاته كانت كبيرة جدا، وعدى يعني اغاني وصلت ل 400 مليون فيو، فكانت حالة. وفكرة ان تأثيرها على تيك توك، ان انا كنت كل الاغاني كانت معمولة على تيك توك مغرقة، ده فده طعم جديد وبيدي اكسبيرينس تانية. الناس الاغراب بقى مسلسل صعيدي، فالكلمة فيه لازم تبقى كلمة شديدة، كلمة فيه تقل، فانت احساسك بالنطق هو جاي من ان احنا بنقول حروبي أذيتك أنا بيها، جناي هجرها ساجيها. يعني الحالات دي أنا وأنا داخل على المسلسل ده بالذات، إحنا كان عندنا يعني أسامي تتال، دهب عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل والفنان الكبير عمار الشريعي، متعونا في الحاجات دي وتربينا على الحاجات دي. فكان لازم لما تخش تعمل حاجة، ما ينفعش تعمل حاجة تبقى شكلها كوبي اوريجينال. كان كل همي ان انا اعمل حاجة تبقى تقيلة جدا جدا يعني، في سواء من ناحية الكلمات والالحان. وان شاء الله لسه المسلسل باقي فيه 7 رباعيات، ما تزعوش، هما كمان اقوى من اللي فاتوا يعني، ان شاء الله لسه في حاجات قوية جدا جاية. فهو زي ما قلت لك اكيد الواحد بيزداد خبرات، ولكن بداية من البرنس النضج ده حصل.
يعني لو هتتكلم ان حصل نضج زياده فده بدايه من البرنس وتكمل بيه. لكن تسالني اقول لك انا احب طبعا ان كل حاجه تبقى اقوى من اللي قبلها، يعني ما احبش اعمل حاجه زيي. ردود الافعال دي هي البنزين اللي بتخلي الواحد يبقى بتديني باور غريب. ان انت عارف ان من الحاجات اللي الحمد لله ميزتني يعني فكرة ان احنا بنعمل اغاني كتير جدا في وقت قياسي. يعني مسلسل لولو ده اتعمل في شهرين 14 اغنية بتنفذهم بتسليمهم، نسل الاغراب نفس الموضوع، وجي مثلا نفذتها مع تامر حسني الحقيقة الاغاني دي اتنفذت كتنفيذ كتسجيل يعني. تامر جه كمل بنفس السرعة دي لان هو برضو شخص سريع في شغله. تامر مسجل اغاني كلها في 3 ايام فعليا، لان انت عارف كانت الاول انغام هي اللي هتغني وبعد كده اتغير الموضوع في الاخر قبل المسلسل مفيش 8 ايام وسجلنا في 3 ايام. فدي الحكاية. فكرة بقى ان كان نجاح الاغاني بتاعت ان انا كنت شغال في نسل الاغراب في كلام تقيل جدا ومفردات صعيدي وجيم وجيم وصور شعرية يعني بليغة في وقت اللي نجح لي فيه جدا وراكب ترند انا لؤلؤ نجم بعيد علي، فاهم قصدي؟ اغاني كلها هيتس خفيفة وحالة مختلفة تماما. وانت الناحية دي قاعد بتصنع حاجة دسمة وتقيلة. فده لما بينزل والناس تقابله بتفاعل كبير، والتفاعل الكبير ده في أغاني كلها أشكال موسيقية مختلفة عن بعضها وبتلاقي نفس النجاح، فده الحمد لله ده طبعا بيشحنني شحنة كبيرة جدا جدا. يعني أنا دلوقتي وأنا بتفرج على نجاح الأغاني بتاعت ناس الأغراب ببقى مشحون جدا لأن أنا أعمل حاجة مختلفة تماما الفترة الجاية، فاهم؟ بس الفنان إيمان البحر درويش من يومين طلع وقال إن الأغاني بتاعتي اللي في البرنس لو كان غناها كانت تبقى وصمة عار في تاريخه. طبعا نجاح أغاني البرنس كان أبلغ رد على إن هو شخص بقى عنده مشكلة في التقييم، بعيد عن إن هو شخص يعني الحقيقة يعني ما بياخدش باله من جمله إنها ممكن تضايق يعني مشاعر الآخرين. فأنا يعني النجاح أغاني البرنس ووراها لؤلؤ ووراها نسل الأغراب، الحاجات دي الحمد لله كانت هي الرد اللي في الملعب، لأن هو راجل كبير سنا ومقاما ما كانش الواحد يقدر يرد عليه بنفس الأسلوب، ولكن أنا رديت عليه بشغلي وربنا كرمني الحمد لله كرم كبير، والأيام أثبتت إن هو شخص عنده مشكلة في التقييم وعنده مشكلة في التعامل مع الأشخاص. فعشان كده هو الأغاني اللي كانت تبقى وصمة عار في تاريخه كانت هي تقريبا فرصة عمر جديدة فنية لي. فبس ده اللي كنت عايز أقوله يعني.